تعالوا بقى نروح لزميلتنا روزان نصر ونشوف أعضاء النادي الأهلي في أهلي مدينة نصر. برحب بيك كابتن ايمن، وبرحب بكل ضيوفك الكرام، ضيوف الاستوديو التحليلي، وبرحب كمان بمشاهدين قناه الاهلي في كل مكان. يعني انا متواجده النهارده مع حضراتكم من النادي الاهلي فرع مدينه نصر، اللي طبعا عشان انقل لحضراتكم اجواء ما قبل لقاء السوبر المصري ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك المقام طبعا في مدينه العين الاماراتيه. يعني عايزه اقول لحضراتكم انه النادي الاهلي النهارده في توافد كبير جدا من الاعضاء، يعني بصراحه من ساعه لما جيت وكل دقيقه تقريبا في تزايد من الاعداد. النهارده الامن في كل مكان بيحاول طبعا يعني ان هو ينظم هذا التزاحم. يعني خليني اقول لحضراتكم انه الناس هنا كلها بتدعم وبتشجع النادي الاهلي، لابسه التيشيرت النادي الاهلي ورافعه طبعا اعلام النادي الاهلي في كل مكان لدعم طبعا فريقنا. المباراه النهارده مباراه حماسيه ومهمه جدا لمحبين ومشجعين الكره المصريه في الوطن العربي كله، يمكن مباراه يمكن ناس كتير قوي منتظراها طبعا منذ ايام. مباراه النهارده يعني كلنا مستنيينها وكلنا بنستمتع اكيد بالمشاهده يعني على هذه المباراه. انا حاليا متواجده من امام شاشه العرض الرئيسيه، يمكن الكل تقريبا زي ما انتم شايفين ورايا في تزاحم كبير جدا من الاعضاء هنا. الجو النهارده كمان يعتبر جو مثالي طبعا للنزول وللتواجد كمان، يعني التواجد كمان بره، يعني بره المنزل زي ما بيقولوا لقاء الكبار. يعني النهارده مباراه مهمه جدا، لقاء الكبار، كلنا مستنيين هذه المباراة. طبعا دي كانت الأجواء هنا من فرع مدينة نصر النادي الأهلي. بشكركم وعودة لي كابتن أيمن مرة تانية للاستوديو. شكرا جزيلا للزميلة العزيزة روزان نصر. وزي ما شفنا برضو نفس التواجد الجماهيري أو تواجد الأعضاء الكبير في أهلي مدينة نصر في